طيب خلينا نروح بقى مع حضراتكم لفقرتنا. واحنا كنا بنتكلم قبل الفاصل مع حضراتكم على مارك زوكربيرج وفكره فيسبوك والافكار اللي ممكن تعمل مشروعات عملاقه. زي ما احنا بنتكلم وفي سياق متصل دايما مشروعات كمان التخرج بيكون فيها افكار مبتكره تطرح موضوعات مهمه، خاصه المشروعات اللي بتهتم بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لانه هي دي مجالات المستقبل، هي دي المجالات اللي العالم كله بيراهن عليها في وقتنا الحالي يا شاذلي. زي ما كنا بنتكلم على فيسبوك بالظبط وانستغرام. صحيح، بدات بفكره فعلا، لكن مشروع مهم، والمهم كمان احنا نركز دايما في مشاريع التخرج نكون دايما فيها ابتكار. عشان كده مشروعات التخرج لطلاب كليه هندسه الالكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعات المصريه اليابانيه بتتضمن مشروع للتتبع الذكي ومشروع لتشغيل انظمه الاستشعار بدون بطاريات، وموضوعات تانية كتير هنناقشها دلوقتي مع ضيفنا اللي منورنا الدكتور عادل بدير عميد كلية هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية اللي منورنا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الفل. يا أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا حضرتك. دايما مشاريع التخرج بيبقى من أهم العناصر فيها أن يكون مقدمة فكرة جديدة وفكرة مبتكرة. بالظبط. عايزين نتكلم مع حضرتك دلوقتي عن أهم المشروعات اللي تقدمها. بالنسبة طبعا للمشروعات في الجامعة اليابانية وخصوصا في كلية هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات، بتعتمد في المقام الأول على متابعة التطور التكنولوجي الحادث على مستوى العالم، وطبعا بتقدم أفكار نقدر نساهم بيها في حلول مشاكل حالية أو مستقبلية بالنسبة للمجتمع المصري. طبعا دلوقتي احنا بنعيش عصر جديد اللي هو الثورة الصناعية الرابعة، واللي بيتمثل والرمز بتاعه هو عبارة عن رمز الوايرلس كوميونيكيشن. طبعا دلوقتي في اتجاه حديث في حاجة اسمها انترنت الأشياء أو انترنت اوف ثينجز. كل حاجة هتبقى مرتبطة بالانترنت. طبعا من الحاجات الأساسية بالنسبة للإنترنت أوف ثينجز السنسورز. السنسورز دي بيبقى عددها كبير قوي عشان تغطي التطبيقات المختلفة في الاتجاهات المختلفة. بتحتاج تغذية مستمرة أو بطارية مستمرة. البطارية لها عمر افتراضي معين. دلوقتي الاتجاهات الحديثة في الأبحاث إن أنا ما بعتش بس سيجنال أو معلومة، لا، ابعت قدر من الطاقه للسنسور ده بحيث ان انا اشغله بدون بطاريه. ممكن برضو السنسور يبقى شغال في فتره النهار على اعتمادا على الطاقه الجديده والطاقه الشمسيه مثلا، يبقى في استمراريه لامداد السنسور اللي هي عددها كبير جدا. انا مش هحط لكل واحد طبعا بطاريه او كده. فطبعا دلوقتي والحمد لله برضو لينا كتاب في موضوع الوايرلس باور ترانسفير، ده كان طبعا شغل طالب دكتوراه في الجامعه اليابانيه ومنشور دلوقتي بالشراكه مع الجانب الياباني في جامعه كيوشو يونيفرستي. عظيم. طيب دكتور عادل، بما ان احنا لسه بنتكلم عن المشروعات، فكرة مشروع التتبع الذكي باستخدام انترنت الأشياء لمتابعة النشاطات اليومية للأطفال، احنا بالنسبة لنا الابليكيشنز المتعلقة بفكرة التتبع ممكن دي متعرف عليها، ايه الجديد؟ المشروع ده عبارة عن ايه؟ عشان لو حد بيسمعنا ممكن يقول طب ايه الجديد؟ بالنسبة للأطفال بالذات طبعا لازم طبعا يراعي الحالة الصحية بتاعته. لو الطالب مثلا، لو الطفل هي نايم مثلا او مستغرق في النوم، بتبقى في طرق حديثه مثلا زي الكاميرات بتتابع بالظبط التغيرات اللي في الطفل. لو حصلت مثلاً عنده حاله تشنجات او اي حاله من الحالات اللي هي ممكن تكون تضر بصحته بيتم اكتشافها ويتم التنبيه للاسره بطريقه فوريه. دي من اقل يعني من ابسط التطبيقات. طيب ايه تاني؟ ايه تاني ممكن نستفيد من خلال هذا التطبيق في متابعه الطفل؟ نتابعه في ايه تاني؟ بالنسبه للاطفال طبعا السلوك بتاعه، الحاجات المختلفه، بيكون مثلا معاه زي اي دي عن طريق الوايرلس كوميونيكيشن، بيقدر يبعت سيجنالز معينه، اقدر اشوف اذا كان
السلوك بتاعه ده مظبوط او سلوك مختلف او الى اخره. لو تعرض برضو لاي ازمه او اي حاجه اقدر برضو ازمه صحيه ممكن؟ ممكن ازمه صحيه بتبقى في طبعا لو في طفل عنده حاله خاصه بتبقى في بعض السنسورز بتبقى كلها وايرلس بتقيس قياسات معينه ويتم ارسالها الى موبايل الوالد مثلا او الوالده عن طريق ابلكيشن معينه. طيب في برضو كمان تطبيق اخر هو فكره نوع يعني قياس نعاس السائق. طيب احكي لنا. طبعا مهم جدا الموضوع ده، وطبعا احنا بنسمع في الفترات الاخيره او بشكل في ناس من المجهود ومن التعب يعني وهم سايقين ممكن يغلبهم النوم. بالظبط، هو في دلوقتي اتجاهات وفقا لحساسات معينه بتحط في اماكن معينه، يعني ممكن هنا في منطقه الراس بتقيس بالظبط الاشارات الكهربيه اللي بتبين حاله السائق اذا كان يقظ. في برضو نظام اخر بيعتمد على الكاميرات، في كاميرا بتثبت في مقدمه التابلو بتاع السياره بناء عن يعني لو السائق مثلا عمل نزل دماغه شويه بتدي انذار. طبعا ده بشكل سريع جدا لان الحادث او كده بيحصل في زمن صحيح فلازم طبعا بتنبهه بشكل كويس، لا ما تكملش سواقه، لو سمحت اركن خد لك قسط من الراحه وبعد كده استكمل الايه الرحله بتاعتك عشان امان ليك وامان لل صحيح. ده بالنسبه للكاميرات وبالنسبه للسنسورز كمان اللي حضرتك قلت ممكن تبقى في الراس بنفس طريقه عمل دي، هي برضو بيكون في انذار يقول له ان انت مش مش في كامل اليقظه فمش هينفع تكمل سواقه. بالظبط. طيب عظيم. طيب بالنسبه للمشروعات دي يا فندم، يعني بعد ما بتقدم وبعد ما بيتم دراستها وبعد ما بيتم الموافقه عليها من حيث المبدا، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان عندنا في الجامعه اليابانيه حاجه فريده جدا، ان في حاضنه للافكار دي بتترجم ان هي تطلع كبرودكتس وكمان بتساعد الطلبه اللي هم عملوا مشروع التخرج ان هم يبداوا في انشاء شركتهم الخاصه بيهم اللي تاهلهم ان هم يدخلوا في سوق العمل وينفذوا من خلالها المشروع بتاعهم. طبعا ولازم وبتبقى في تنافسيه كبيره جدا، يعني مثلا بيتم تمويل 5 مشروعات بقيمه مثلا 100,000 او 200,000 بيتقدم حوالي 20 او 30. الجامعه ما بتسيبهمش كده، لا بتديهم دورات خاصه ازاي يبدا ينمي الشركه بتاعته او يكون الشركه بتاعته. زي ايه يعني؟ اكيد في مشروعات تقدمت قبل كده واتعاملتوا معاها زي ايه؟ يعني مثلا احنا متقدمين بمشروع ل مكافحة النمل الأبيض وخصوصا المشكلة دي مشكلة كبيرة جدا في منطقة اسكندرية. الحلول الموجودة حاليا حلول بتعتمد على المواد الكيميائية وبتعتمد على طريقة الكشف اللي يعتبر الأعمى، يعني بيقعد مثلا يعالج أو يعمل ثقوب معينة في المنطقة اللي تحتوي على الأخشاب بدون ما يعرف فين بالظبط ممكن المكان، يعني المساحه مثلا ممكن تكون 3 متر في 3 متر يقعد يعالج كل ويحط كيماويات وكلام من ده موجود في منطقه واحده. بالظبط. الحمد لله احنا قدرنا بطريقه ما حديثه ان احنا نكشف بالظبط ونحدد فين المكان الموجود فيه بدل ما اهدر الوقت واهدر المال والكلام ده. صحيح. بعد كده بقى العلاج ممكن يكون كيميائي موضوعي او ممكن يكون برضو بطريقه ابتكرنا برضو طريقه جديده وسجلناها براءه اختراع. طيب عظيم. ان احنا نقضي بدون كيماويات خالص. ازاي بقى؟ اي طريقه؟ وجربنا الطريقه دي. زميل لينا كنا موجودين في معمل البحثي وجي قال لنا انا عارف ان انتوا شغالين في موضوعات خاصه ب تطهير التربه الزراعيه. قبل بس ما نكمل النقطه دي، تمام، اهلنا في اسكندريه طبعا اهلنا في اسكندريه كانوا بيعانوا الحقيقه من مساله انتشار النمل الابيض هناك، وكانت مشكله كبيره هناك، فان احنا نفكر عشان نوجد
لانتشار هذه الظاهرة، انتشار النمل الأبيض بهذه الكثافة في اسكندرية، ان احنا نوجد لها حل يكون حل مناسب ما فيهوش ضياع مجهود، ما فيهوش ضياع مال، وفي نفس الوقت يكون صديق للبيئة. تمام. فجالنا زميلنا، زميل معنا اللي هو رئيس قسم الحاسبات، حاليا هو عميد في جامعة النيل، وقال لنا أنا عندي مشكلة مؤرقاني جدا، حاولت بالطرق الكيميائية وحاولت وحاولت وحاولت، فأرجوكوا شوفوا لي حل. فقلنا له خلاص خد الجهاز ده، الجهاز ده هيتم الاكتشاف بيه، هتعرف المكان بالظبط. وفعلا تم تحديد المكان، والجهاز ده هيتم وضعه في المكان ده وتشغله لمدة مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق ويقضي عليه. وبعد كده جه بقى دلوقتي لي حوالي 1.5 سنة بنقول له ايه الاخبار، قال ما فيش اي حاجة. طبعا ده كان بيطلع النمل الابيض ده بيطلع صوت مؤذي قوي بالليل في حالة السكون، يعني ممكن الواحد لو ركز معاه ما يقدرش ينامه كده. يعني هو دور الجهاز بيكشف عن مكان، هو كشف اول حاجة، كشف وجود النمل الابيض عشان الأول تتحدد. وبعد كده خطوة مهمة جدا الكثير بيهملها، ايه سبب الاصابه، ايه اللي خلى النمل الابيض جه المكان ده. صحيح، دي حاجه مهمه قوي على فكره جدا. وبعدين في يعني برضو رجعنا للابحاث المنشوره، لقينا ان النمل الابيض بيبقى موجود في الاماكن الرطبه ويتعايش فيها. ده بيبقى شكله كمان لو شفت حضرتك الصوره بتاعه الشكل كانها بالظبط خليه نحل، بيبقى شكله فعلا منتشر ومتركز في مكان معين. دي الميزه ان احنا نقدر نعالج المكان اللي هو الايه التجمع بتاعه. قدرنا بقى ان احنا نحدد مكانه بمنتهى السهوله، دي اهم حاجه. بالظبط، تحديد المكان قبل العلاج، لازم احدد السبب وعالجه، لانه ما عالجتش السبب هترجع تاني المشكله. ودي كان الجديد في الموضوع يعني. طيب نروح لمشروع آخر كان معني بالمباني الذكية والمدن الذكية، كلمنا أكتر عن هذا المشروع. طبعا دلوقتي بالنسبة لل كلمة المباني الذكية أو الموضوعات الخاصة بالتقنيات اللي هي خاصة بالمباني الذكية وغيره، دي طبعا الشيء الأساسي فيها وجود الانترنت طبعا في المكان، والباقي بقى ان انا مثلا عن طريق ان انا في مباني ذكيه وفي كمان مدن ذكيه. المباني الذكيه ان المبنى يشتغل بطريقه تلقائيه عن طريق كمبيوتر مبرم في برنامج بيتحكم في كل حاجه في المبنى ده، اضاءه، كل تشغيل كل الاشياء اللي فيه بطريقه آلية. عظيم. أنا عشان أطلب من الطلاب إن هم يدوني أفكار وابتكارات محتاج أساعدهم، محتاج أوفر لهم كل سبل الدعم الممكنة وغير الممكنة، أي حاجة هم بيحتاجوها لازم أوفرها. فعايزين نعرف إيه الدعم اللي بتقدموه للطلاب، وفي نفس الوقت طبيعة المعامل الموجودة في الجامعة عاملة إزاي؟ تمام. بالنسبة طبعا المعامل الموجودة في الجامعة اليابانية مؤهلة إن يتم تنفيذ المشروع بيها بشكل جيد جدا. لو تم احتياج بعض المكونات البسيطة الجامعة بتتولى توفير المكونات دي، بيتم طلبها قبل بداية السمستر وتوفيرها، وبالتالي خلال إجراء المشروع بتكون كل حاجة موجودة، سواء في المعامل اللي هي طبعا معظمها جاي من التمويل الياباني. يعني الجامعة اليابانية لما أنشئت كان على الجانب الياباني توفير المعامل المتطورة، الجانب المصري المباني والكوادر البشرية المصرية، بالإضافة للجانب الياباني الكوادر البشرية اليابانية. بنتعاون طبعا مع حوالي 14 جامعة من الجامعات التوب رانكد في اليابان، كيوشو، كيوتو، كل الجامعات دي، أوساكا. طيب بشكل عام افكار مشروعات التخرج يا فندم، هل بيبقى في خلينا نقول كرايتيريا او شكل معين مبدئي حتى عشان الطلاب يقدروا يخرجوا بفكرتهم، ولا بتكون مشروع التخرج فكره الطلاب من الالف للياء؟ تمام. هو في البدايه احنا طبعا بنسال الطالب اقترح 3 مشروعات كجروب تيم،
بحيث نطلق له الحريه للابداع الاول، ونقول له لازم المشروع ده يحل مشكله موجوده سواء في المجتمع المصري او لو كانت متطوره على المستوى الدولي، عشان يقدر بعد كده يحقق انه يبقى ماشي وشايف بالظبط الاتجاهات العالميه في الابحاث وفي الاحتياجات المختلفه راحه فين. يعني بنطلق له حريه الابداع الاول، بعد كده لما الان هو لا بنجايد، يعني اول لقاء تدي نوجه بقى اقترح يدخل بقى على النت ويشوف، يدخل على الجامعات الخارجيه زي يدخل على ام اي تي ويدخل على كذا وكذا اللي هي الجامعات التوب رانك، بحيث نبقى الخريج بتاعنا لما يطلع سوق العمل الخارجي يلاقي له فرصه بسهوله جدا. وعندنا امثله لذلك، عندنا خريج من الجامعه اليابانيه شغال حاليا في مصنع لتصنيع التشيبس في المانيا، ده خريج واخد ماجستير من الجامعه اليابانيه، بناء على الكواليفيكيشنز بتاعته قدر يلاقي فرصه عمل مناسبه دلوقتي ما شاء الله، يبقى مصدر لعمله صعبه او مصدر للدولار يساهم في الاقتصاد المصري. طالب اخر حصل على الدكتوراه حاليا عضو هيئه التدريس في جامعه كيوشو. طيب ما شاء الله لما يتخرج طالب زي ده صحيح اكيد طبعا الكواليفيكيشن، هو بصراحه وجود الجانب الياباني في المنظومه مخليها ماشيه على اطار مظبوط ومعتمد ومثال يعني يحتذى به في منظومه التعليم المصري. عظيم، جميل ان احنا نكون بندعم الافكار اللي بتخرج من الشباب وبندعمهم في التعليم. كنا دايما نشوف بره كده يقول لك شوف مش عارف مين بره، شوف مستوى التعليم بره عامل ازاي، فجميل ان ده يكون موجود عندنا واحنا بنساعدهم بكل ما نملك عشان يطلعوا هذه الافكار وتخرج، ونقول هذه الافكار قابله للتنفيذ، فقط محتاج حد ينفذ هذه الافكار، لكن العقول نيره الحمد لله. فاحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. دكتور عادل بدير عميد كليه هندسه الالكترونيات والاتصالات، اتفضل. اشكر بس سياده الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه اليابانيه اللي متبني فكره الخطه الاستراتيجيه اللي هي بتنفذ وقايمه على رؤيه مصر 2030، وحقيقه اللي دفع الجامعه اليابانيه اللي هي تنطلق زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سنه 2020 في شهر سبتمبر، ولقى في يعني الانشاءات والمباني بادئه وكانت محتاجه دعم، فطبعا امر صحيح بتوفير الدعم في اسرع وقت ممكن، وحاليا خلال سنه بالكثير خالص هتكون جميع الانشاءات بتاعت الجامعة اليابانية منتهية تماما وبتقوم بدورها في خدمة المجتمع المصري إن شاء الله. شكرا جزيلا لك يا فندم، شرفتنا ونورتنا.